بعد تأكيد السلطات الكازاخستانية الاثنين ضبط الأوضاع الأمنية وعودة الأمور إلى طبيعتها إثر احتجاجات شعبية دامت نحو أسبوع، أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومر توكايف انتهاء مهام قوات معاهدة الأمن الجماعي في البلاد. توكايف قال في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان إن انسحاب قوات معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ في غضون يومين، على أن يتم استكمال الانسحاب خلال 10 أيام، معتبراً أن التوترات التي مرت بها البلاد كانت محاولة من أطراف مرتبطة بالخارج لتنفيذ انقلاب، إلا أن محاولتها باءت بالفشل على حد تعبيره. وكان توكايف قد توجه بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي برئاسة روسيا من أجل إرسال مساعدة عسكرية وسط احتجاجات عنيفة ضربت البلاد الأسبوع الماضي. في السياق، قالت وزارة الداخلية في كازاخستان الثلاثاء إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص خلال الاحتجاجات التي وقعت الأسبوع الماضي. وتقول الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط إن المباني الحكومية تعرضت للهجوم في عدة مدن كبرى بعد أن تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال عنف. في غضون ذلك، رشح توكايف خلال كلمته أمام البرلمان علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء، حيث صوت مجلس النواب لصالح تعيين إسماعيلوف في المنصب. وإسماعيلوف البالغ 49 عاماً شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكايف الأسبوع الماضي على وقع الاحتجاجات الشعبية.